تعالوا بنا نبدأ اللقاء سريعا بتلاوة القرآن الكريم لابننا محمد محمود عبد القادر بصوت النادي الجميل من سورة إيه يا محمد؟ الحشر. الحشر أواخر سورة الحشر برضو مزلزلة ما شاء الله. تفضل يا عسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله نسوا أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الملك القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم مش بقول لك جميل عسل عسل ما شاء الله ربنا يحميك يا ابني ويحفظك بحفظه ويرعاك برعايته إن شاء الله